معاناتنا هذا المستشفى، مستشفى حي نابلس، ركن شقق اليرموك، شقق اليرموك هذا وقع صواريخ اثناء التحرير، وواجهنا سيد المحافظ يعني والرجل اوعز جناب الكريم، وجتنا لجنه، بس اللجنه وين طلعت؟ يقول لي السايدين ما بي شيء. قلت له اخي اني قاعد اقول لك باب المستشفى، باب المستشفى 60 70 متر هذا المدخل على المستشفى، والحالات الطارئه تجي طريق مكسر كله استاذ زياد، هسه اشوف جنابك انت والاخوان تشوفون. هاي وحده. اثنين، انت بس لو تشوف اللي يعني المعاناه اللي تعانيها الناس من تجي، يعني هاي اللي هي سيطره ابو ريان مفوض مجيد بيده جاب ناس ياكلها على حساب الخاص وسوى هاي الطريق حتى الناس تروح وتجي، يعني على حساب الرجال مع احترامي لكم، يعني هاي الامور ما ادري يتجاهلوها يثولون بيها، ما اعرف قدام العين هم رايحين جايين. مطالبنا هاي الطرق يعني حاله يرثى لها، الى متى نبقى بالحاله هذه؟ معاناتنا بالخارج بس التبليط، الخدمات البلديه، بلديه ما عاد تصلبت. منو؟ نظافه السواقي، الشوارع، هاي مطالبنا. هاي من ايمتى تعانون فيها؟ والله يعني من بدايه التحرير. والله معاناتنا هنا الاخ قال لك يعني على مود الشارع، وعندنا معاناه الاخ شارع حي المغرب السايدين، يعني ما يمشي بيه سيارات تتعب بيه حيل، ومايات وصاخات، الطرق اللوفات والهاي مكسره. اي كل هي المستشفى، وعندنا السايدين اللي طبح على حي المغرب، حي المطاحن، سايدين من منطقات على الرساله تتوجه كانك طاب على اليرموك، سايدين مكسرات بنوبه يعني تعبانه.